أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث السادس من أحاديث باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة وهذا الحديث يتضمن مجيء محمد ابن السائب الكلبي النساب المعروف إلى المدينة المنورة لكي يبحث ويفحص عن الإمام من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحيث أن الإمام هو الأعلم فأراد أن يعرف الإمام عن طريق علمه فجاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأرشدوه إلى عبد الله ابن الحسن المثنى فسأله عن أسئلة لم يجبه فيها الاجابات الصحيحه، ثم ارشده احدهم الى الامام الصادق عليه السلام، فحينما التقى بالامام الصادق، الامام اراد من بدايه الامر يبين له ما يريده، فساله عن مجموعه من الانساب، فلم يكن يعرف الاجابه. وتبين له لأن النسب والأنساب كان مجال تخصصه فتبين له علم الإمام عليه الصلاة والسلام في ذلك ثم سأل الإمام عن الأسئلة التي سألها عبد الله ابن الحسن فلم يجبه الإجابات الصحيحة ولكن حينما سالها عن الامام الامام عليه الصلاه والسلام بين له الاجابات الصحيحه مع دليلها فهو بذلك اذعن بعلم الامام عليه الصلاه والسلام مضافا الى ما شاهده من كرامه للامام عليه السلام او كرامات للامام فهداه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر السؤال الأول كان حول الطلاق قلت له أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء فقال ويحك أما تقرأ سورة الطلاق قلت بلى قال فقرأ فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصل عده قال اترى ها هنا نجوم السماء قلت لا قلت فرجل قال لامرأته انت طالق ثلاثا قال ترد الى كتاب الله وسنه نبيه ثم قال لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين فقلت في نفسي واحدة. السؤال الأول: إذا رجل قال لزوجته أنت طالق عدد نجوم السماء، الإمام عليه الصلاة والسلام قال: يؤخذ الجواب من القرآن الكريم، القرآن الكريم يدل على أن الطلاق ثلاثا لا يقع وهكذا كان الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن أبي بكر فلما كان في زمن عمر جعل الطلاق ثلاثا ثلاثا يعني هذا رأي ارتآه ونحن ينبغي علينا أن نتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا بدعه عمر وهذا أمر بديهي وواضح وقد ذكر النسائي في سننه في المجلد الخامس وأبو داود في سننه أيضا المجلد الثاني والبيهقي في السنن الكبرى المجلد السابع ذكروا أن الذي جعل طلاق ثلاثا صحيحا هو عمر بن الخطاب. نحن الان امام القران الكريم وسنه الرسول وبين اجتهاد يعارض القران والسنه، فعلينا ان نتبع القران وان نتبع سنه الرسول صلى الله عليه واله. اما الاجتهاد الذي يقابل ويعارض الكتاب والسنه فيطرح وهذا امر واضح وبديهي، يجب ان لا يتبع الانسان اجتهادا يقابل النص، وقد ذكرنا فيما مضى، احنا ما عندنا اجتهاد مقابل النص، الاجتهاد مقابل النص باطل، هذا يصير قال الله واقول والعياذ بالله. قال الرسول وأقول ما يصير نعم الاجتهاد في فهم النص يعني هناك نص ما هو معناه نحن نحقق لكي نصل إلى ذلك المعنى وإلا إذا جاز الاجتهاد مقابل النص فلماذا تعارضون الذين الآن لا يحكمون بما أنزل الله وإنما يجتهدون اجتهادا باطلا في قبال ما أنزل الله سبحانه وتعالى. واضح أنه من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون كما قال الله سبحانه وتعالى. على كل حال بس السؤال من أي مكان من القرآن نعرف ان الطلاق ثلاثا لا يقع ثلاثا وانما يقع طلقه واحده من ايتين من القران، يعني من مكانين من القران. والامام عليه الصلاه والسلام ذكر احدى الايتين ولم يذكر الايه الاخرى لان في ايه واحده الكفايه. الايه التي ذكرها الامام هي في سوره الطلاق. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة يعني إذا أردتم طلاق النساء لأن الفعل قد يقع بدل ويستعمل بدل الإرادة إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة واحيانا يستعمل الفعل تستعمل الاراده بمعنى الفعل اني اريد كذا يعني فعلت كذا على كل حال وهذا شائع في اللغه العربيه وكذلك في بعض اللغات الاخرى اذا طلقتم النساء يعني اذا اردتم طلاقهن فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن في وقت عدتهن وقت العده يا وقت هناك اوقات معينه ان تكون المراه في طهر ولم يحدث في ذلك الطهر مباشره بينها وبين زوجها فحينئذ هذا يكون وقت العده أما إذا كانت في عادتها في الدورة الشهرية، أو كان قد واقعها في طهرها، فهذا ليس وقت العدة. طلقوهن في وقت عدتهن. زين، فالطلاق إنما يكون في وقت العدة. زين، هذا طلق طلاقًا، ثم بدون عدة يطلق طلاق ثاني. ثم بدون عدة يطلق طلاق ثالث. إذا هكذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. الطلاق الأول لم يكن في وقت العدة، لا عدة له. الطلاق الثاني لا عدة له. وإنما العدة للطلاق الثالث. فالطلاق الأول والثاني بدون عدة راح يكون. أو الثاني والثالث راح يكون بدون عدة، وهذا يخالف هذه الآية. أو إذا هكذا قال أنت طالق ثلاثاً. نقول عندما يقول أنت طالق ثلاثاً هناك عدة واحدة ليست ثلاث عدد. فإذا كانت عدة واحدة فيكون الطلاق يقع واحداً لأن الله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن. هذه آية وقد ذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام. وهي في سورة الطلاق. وآية أخرى في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، زين إذا واحد قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً هذا طلاق مرتان طلاق ثلاث مرات؟ لا هاي طلاق مرة واحدة لكن أضاف إليه لفظ ثلاث أو إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أكو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ كلا، ماكو إمساك بمعروف تسريح بإحسان بين الطلقة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة بعد ذلك الله سبحانه وتعالى حينما يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بعد ذلك الله يذكر مجموعة من الأمور ثم يقول فإن طلقها هيفاء فالترتيب يعني إذا طلقها للمرة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالإمام عليه الصلاة والسلام قال عندما قرأ الكلب هذه الآية فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة قال أترى ها هنا نجوم السماء هذا تحكم الله سبحانه وتعالى يقول طلقوهن لعدتهن أنت لا تقول طلقتك بدون حصر وبدون عدد قلت لا هسه هذا توهم انه اذا قال انت طالق عدد نجوم السماء يكون الطلاق واحدا هسه غير السؤال قال انت طالق ثلاثا شنو حكمه قلت فرجل قال لامراته انت طالق ثلاثا مع انه ماكو فرق لان الايه تقول فطلقوهن لعدتهن الطلاق الثلاث الطلقه الاولى والثانيه لا عده فيها فما راح يكون الطلاق صحيح، يكون مخالف للقرآن. قال ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه. أنت تريد تأخذ بالبدعة واجتهاد عمر مع أنه عليك أن تأخذ بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله. ولذا نحن نقول الأئمة عليهم الصلاة والسلام معصومون. وكل حكم يبينوه انما اخذوه من جدهم رسول الله صلى الله عليه واله، والرسول اخذه من الله سبحانه وتعالى، فاذا هناك حديث منسوب الى الائمه او حديث منسوب الى رسول الله صلى الله عليه واله وكان ذلك الحديث معارضا للقران فالرسول لم يقل ذلك الحديث هذا الحديث باطل موضوع الراوي اما وضعه كذبا او اخطا فيه اذا حديث يخالف القران منسوب الى الائمه عليهم الصلاه والسلام فهذا لم يقولوه الراوي اخطا أو, أك او كذب ما خالف كتاب ربنا لم نقله ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف يعني باطل زخرف من القول وهكذا من أحاديث كثيرة عن الأم عليهم الصلاة والسلام جعلوا الميزان لمعرفة الصحيح من السقيم الكتاب يعني القرآن الكريم أنت الآن تجي تشوف روايات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وكل فريق عنده روايات وعنده كتب يروي عن رسول الله انت تعرض هذه الاحاديث على القران وعلى السنه الثابته المتواتره فما وافق القران والسنه الصحيحه فهذا كلامهم وما عارض القران والسنه الصحيحه فهذا ليس من كلامهم قال ترد الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله مثلا سنذكر فد مثال هناك روايات هذه الروايات تدل على ان الرسول صلى الله عليه واله قد سحر وموجوده في كتب العامه بحيث انه السحر هكذا كان قد اثر بحيث انه لم يكن يفعل الشيء ويظن انه قد فعله لم يكن ياتي نساءه وهو يظن انه قد اتاهن هكذا يعني في نصوص هذه الروايات. لكن حينما تراجع القران تجد ان هذه الروايات تخالف القران. "وقال الظالمون في سوره الفرقان "وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا" يعني هذا الذي يقول ان الرسول قد سحر بهذه الكيفيه هذا ظالم هذا ضال هذا لا يعرف السبيل الصحيح هسه يجي يقول هذه احاديث وردت في الكتب الصحيحه عندما تعارض القران فهذه احاديث باطله موضوعه والائمه عليهم الصلاه والسلام في بعض محاججاتهم مع بعض المخالفين حينما كان يستدل بعض المخالفين على ارائهم الباطله بروايات موضوعه مكذوبه فالامام حينما يريد يبين ان هذه الروايه مكذوبه كان يبين تعارضها مع القران الكريم ثم قال الامام لا طلاقه الا على طهر الاسلام سهل الزواج وصعب الطلاق. تريد تتزوج هذه حاجه الله سبحانه وتعالى جعلها في الانسان. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الاسلام سهل الزواج، هذه حاجه لازم تكون سهله بدون تعقيدات حتى الناس لا يقعوا في الفساد وحتى يكثر الناس وحتى الحياة لا تكون صعبة وصعب الطلاق ليش؟ لأن بعض الأحيان الإنسان يغضب في حالة انفعال يريد يطلق نقول يعني له لا شروط موجودة إذا راعيت تلك الشروط ذاك الوقت لك حق أن تطلق زين إلى أن يروحون يهيئون الشروط يمضي زمان تشوف ثوره الغضب وفوره الغضب قد خمدت، هسه كان صاير عصبي، الان هذه العصبيه وهذا الانزعاج قد قل، شويه جاءت ذهبت السكره وجاءت الفكره، ولذلك قد ينصرف عن الطلاق، اما بمجرد صار عصبي قال انت طالق انت طالق ثلاثه خلاص اسره هدم هذا يخالف القران ويخالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك من الشروط ان تكون المراه في طهر اذا كانت في الدوره الشهريه لا طلاق صار عصبي يريد يطلقها حتى لو طلقها الطلاق باطل أن لا يكون قد واقعها في ذلك الطهر إذا كان قد واقعها يعني امرأة الآن ليست في الدورة لكن الزوج قد واقعها نقول له لازم تنتظر إلى أن تجي دورة ثانية وتطهر بعد ذلك تطلقها هسه هذا الفترة هذه الفترة قد تطول أسبوع أسبوعيا شهر أقل أكثر في هذه الفترة ثورة الغضب وثورة الغضب وفورة الغضب تكون قد خمدت فيكون طلاق عن تفكير بشاهدين مقبولين يعني شاهدين عادلين والغريب أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم بنص القرآن يقول لما نطلق أشهدوا ذوي عدل منكم والجماعة يقولون لا الشهادة مو مستحبة الإشهاد مو مستحب انت بالبيت غضبت على زوجتك قلت كذا خلاص بل الاسوأ من ذلك يقولون لا يحتاج الى قصد يعني اذا بدون قصد بشكل المزاح مثلا او بشكل مثال قال انت طالق لزوجته خلاص يقولون طلاق يقع واتذكر قبل سنوات في احدى الدول العربيه في مسرحيه ممثل وممثله يلعبان دور الزوج والزوجه وهما زوجان يعني في خارج التمثيليه الرجل زوج لتلك المراه ضمن السيناريو ان الزوج يطلق زوجته ويقول للزوجه انت طالق وتمثيل في مسرحيه فالزوج أيضا تلفظ هذا اللفظ أنت طالق بعد ذلك قالوا خلاص هذه الزوجة تنفصل عن هذا الزوج قال هذه كان نص سيناريو أنا مو قاصد الطلاق تألعب في تمثيلية قالوا لا هذا حزله جد يعني بهذه الطريقة السهلة يهدمون البيوت خلافا للقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين فقلت في نفسي واحده هذا الجواب الجواب الصحيح الذي هو مقتبس من القران الكريم ثم قال سل عندك سؤال ثاني اسال قلت ما تقول في المسح على الخفين الخف ذكرنا أنه شيء بين الحذاء والجورب. يعني من جلد هذا ليس حذاءً وفي الوقت نفسه ليس جورباً حلقة برزخ بينهما إذا شايفين في حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بعض الخدام يستعملون هذا النوع من الخف. لأنه ما يصير يلبس حذاء داخل الحضرة هذا لا يناسب وأيضا المكان مرطوب، الزائر يجي دقائق ويروح، لكن هذا الخادم من الصبح إلى الليل هناك هذا راح يأثر عليه، فلذا يستعملون هذا النوع من الخف، على كل حال، فقلت ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم. الإمام عليه الصلاة والسلام استدل ببعض الآيات القرآنية وبعض ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الآية القرآنية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين امسح الرجل الخف رجل الخف جلد وبعدين عدنا إحنا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إضافة إلى إحياء الناس يحيي الحيوانات أيضا يحييها وإذا الوحوش حشرت ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في بجناحيه في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحيي الناس للحساب وللجنه او النار لكن لماذا يحيي الحيوانات هذا في بعض الروايات قد تم بيانه والحاصل في بعض الروايات دلاله على ان بعض الحيوانات قد تظلم بعضا اخر الحيوانات ليس لها عقل لكن لها نوع ادراك وشعور هذا الادراك والشعور ليس عقلا لكن بمقدار هذا الادراك والشعور تحاسب ايضا انت شايف اذا اكو بزونه قطه اذا انت القيت لها طعاما تاتي مطمئنه وتاكل اما اذا سرقت ذلك الطعام تهرب تميز بين السرقه وبين غير السرقه. الحيوانات لهم نوع ادراك فاذا خروف له قرون نطح خروفا اخر ظلما في يوم القيامه يقتص منه ثم الله سبحانه وتعالى جميع هذه الحيوانات يحولها الى تراب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حينما يرى ان الحيوانات الله سبحانه وتعالى حينما حكم بينها بعدله وحولها إلى تراب الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا على كل حال وأيضا لعل هناك حكم ومصالح أخرى لا نعلمها الله سبحانه وتعالى هو القادر الحكيم البعض أيضا يقول ولا أدري هل هذا يستفاد من الروايات أو من اه احتمال مذكور أن, أن بعض الحيوانات تشهد على الناس، الله سبحانه وتعالى كما ينطق أعضاء الإنسان ليشهدوا عليه إيده، رجله، تشهد عليه، جل يشهد عليه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كذلك بعض الحيوانات تشهد عليه، زين الله سبحانه وتعالى إذا أحيا الخرفان التي من جلودها البشر صنعوا الأخفاف الخف صنعه من جلد هذا الحيوان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أحيا أحيا هذا الحيوان الجلد الخف وين راح يروح راح يرجع إلى الحيوان زين أنت وضوءك وين راح يصير لأن مواضع الوضوء في الانسان في يوم القيامه تكون نورا وجه الانسان يكون نور يداه تكونان نور راسه مكان المسح ورجليه ورجلاه مكان المسح يكونان نورا وين راح يصير هذا النور راح يصير على ظهر الخروف مثلا هذا الامام دي استشهد بانه الله سبحانه وتعالى اراد منك ان تمسح رجلك ما راد منك أن تمسح جلد الخروف لأن هذا جلد الخروف راح يرجع إلى في يوم القيامة عملك راح يصير هباء منثور قلت ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ثم قال إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه يعني كل شيء رجع إلى أصله ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم فقلت في نفسي ثنتان هذا السؤال الثاني ثم بعد ذلك يسأله السؤال الثالث والسؤال الرابع ونترك الجواب مع السؤال إلى حلقة قادمة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين